إذا بعد المؤتمر الذي تم عقده في العاصمة الكازاخية أستانا قامت طائرات النظام والطائرات الروسية باستهداف مدينتي لطامنة وكفر زيتا بريف حماة الشمالي، وأيضا تم استهداف مركز الدفاع المدني في مدينة كفر زيتا بالطائرات الحربية، وأيضا كان هناك قصف بري ومحاولات تقدم للنظام على مدينة لطامنة من محور الزلاقيات بريف حماة الشمالي. لذلك قامت فرق الدفاع المدني بريف حماة ومديرية الصحة بتنظيم وقفة احتجاجية. مفاد هذه الوقفة على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته اتجاه ما يحصل بريف حماة من استهداف للمدنيين واستهداف للمنشآت والمراكز الطبية والمراكز الحيوية بشكل عام، واستهداف فرق الدفاع المدني على وجه الخصوص. طبعا تقوم الان فرق الدفاع المدني بتنظيم وقفه احتجاجيه بالتعاون مع مراكز الطبيه الموجوده في المنطقه. قام القطاع الغربي بالتنسيق مع المراكز الطبيه الموجوده لتنظيم وقفه احتجاجيه. من طبعا الوقفه تهدف الى لفت نظر العالم لما تعرضت له هذه الفرق من استهداف بشكل مباشر من قبل طيران العدوان الروسي والسوري. وهي طبعا للتعبير عن استمرارنا بعملنا مهما تم قصف هذه الفرق من قبل اي عدوان يتم على الشعب السوري.